بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا المقطع على الآي برو، طريقة جديدة حبيت أجربها، أفضل الجزء ربما إلى حد ما من طريقة الكمتاجية اللي هي التفاعل المباشر مع الطلبة. سأستخدم هذا البرنامج في حل مسألة بسيطة بطريقة لاغرانج، طريقة لاغرانج في الوصول إلى ما يسمى إلى الحالة الفضلة اللي هي الأوبتمايزيشن. أوكي، لنفترض الآن أنه عندي دالة شكلها كما يلي. لنفترض أنه الآن عندي كيو لإدالة إنتاج تساوي على سبيل المثال 20 في حجم العمالة القوة 4 أو ربع عفوا في كيل القوة 3/4. إذا بنلاحظ أنه ربع زائد 3/4 يساوي صحيح، ما يعني بأن إدالة إنتاج هذه تخضع إلى ما يسمى بالعائد الثابت على الحجم أو الكونستنت ريتيرن تو سكيل. وعندي القيد التالي، لنفترض أنه القيد هو كما يلي: الويج ريت يساوي مثلا 5، والكوست اوف كابيتال اللي هي كلفة رأس المال تساوي على سبيل المثال 10. قاعد بختار أرقام مناسبة حتى يكون حل بسيط وواضح للطلبة، أحبة الطلبة. والتوتال كوست التي تستطيع المنشأ أن تتحمله لنفترض أنه يساوي 200. الآن أريد أن أعظم أو أصل للحال الفضلة، الحال الفضلة لهذه الدالة. هذه هي الدالة التي أريد أن أصل إلى الحالة الفضلة إلها خضوعا لهذا القيد. هذا هو قيد الموازنة، نسميها البجت أو الكونستنتري، قيد الكلفة التكاليف. فالآن مطلوب مني حتى أصل إلى الحل بطريقة لاغرانج أني أنشئ دالة جديدة اسمها دالة لاغرانج. لنفترض أنه شكلها، طبعا ليس فرضا لكن لابد منها، لنفترض أنه جي برمز الآن لدالة لاغرانج. فدالة لاغرانج تكون مكونة كما يلي: جي تساوي 20 في ال القوة ربع في كيل القوة 3/4. بضيف لها طبعا قيد الموازنة مضروب في معامل لاغرانج لامدا، هنا هو معامل لاغرانج أو مرات نسميها المارجنال كوست، مضروب في 200 ناقص 5 ناقص 5 ال ناقص 10 كي. وبالحالة هاي يعني تم بناء أو إنشاء دالة لاغرانج. فالخطوة الأولى الآن هو الحصول أو اشتقاق الدالة ثلاث مرات. المرة الأولى بالنسبة لـ ال، فبارشل جي بارشل ال تساوي في هذه الحالة ربع في 20 في ال القوة ناقص 3/4، لأنه واحد صحيح ربع ناقص واحد صحيح بطلع عندي ناقص 3/4 في كيل القوة 3/4 ناقص لما بشتق بالنسبه لل بصير عندي 5 لامدا، وبالحالة هاي تساوي صفرا. فهذه هي المعادلة الأولى. بشتقها ثاني مرة الآن بالنسبة لأل، فبارشل جي عفوا بالنسبة لكي، بعتذر، بارشل جي بارشل كي تساوي بالحالة هاي 3/4 من هنا بأخذ طبعا الاشتقاق إذا بتلاحظوا عليه من الدالة الأصلية 3/4 في 20 في أل القوة ربع في كي القوة ناقص ربع اللي هو طبعا 3/4 ناقص 1 صحيح. فكمان منكمل بالنسبة للامدا ناقص 10 لامدا تساوي 0، وهي المعادلة الثانية. آخر اشتقاق بالنسبة إلي اللي هو بارشل جي بارشل لامدا يساوي بالحالة هاي 200 ناقص 5 ال ناقص 10 كي يساوي 0، وهي المعادلة الثالثة.
أنا عندي ثلاث معادلات، ثلاث مجاهيل، المجهول الأول ال، المجهول الثاني كي، والمجهول الثالث لامدا. بهمني يعني أستنتج بالضبط قيمة ال وكي، حتى الآن أستطيع أني أعرف التوليفة الفضلة من الليبر والكابيتال التي تجعل الإنتاج أعظم ما يمكن بأقل الكلفة، اللي هي بهذه الكلفة أقل منها أو تساوي 200 بالحالة هاي. فمن المعادلة الأولى، من المعادلة الأولى عندي 20 على 4 يساوي 5 بالحالة هاي، K للقوة 3/4 مقسم على L للقوة 3/4، عندما تصبح هذه في المقام تتغير إشارة فتصبح بالمقام 3/4 قوتها، تساوي بالحالة هاي 5 لامدا، ما يعني بأنه لامدا تساوي بالحالة هاي K للقوة 3/4 على L للقوة 3/4. إذن هاي أول قيمة. من المعادلة الثانية، من المعادلة الثانية، أوكي هاي الأولى طبعا طلعناها، المعادلة الثانية عندي 20 في 63 قسم على 4 يساوي 15، L للقوة ربع مقسم على K للقوة ربع بنفس الكيفية التي نقلنا هذه إلى هذه، إذا بتلاحظوا وضعناها الآن في المقام، سأضع هذه في المقام في المعادلة الثانية، فتصبح كما يلي 15 L للقوة ربع قسم على K للقوة ربع تساوي بهذه الحالة تساوي 10 لامدا، ما يعني بأن لامدا في هذه الحالة تساوي 1.5 L للقوة ربع مقسم على K للقوة ربع. إذا بنلاحظ بدي أغير الألوان حتى تكون واضحة بالنسبة إلى الحديث، الآن لامدا تساوي هذه القيمة، ولامدا تساوي هذه القيمة، ما يعني الآن الخطوة الثالثة إنه هذه القيمة اللي هي K للقوة 3/4 مقسم على L للقوة 3/4 تساوي 1.5 L للقوة ربع مقسم على K للقوة ربع. وهذا يعني بأن إذا ضربنا ضرب تبادلي، بدأ غير الألوان حتى تكون واضحة للجميع، الضرب التبادلي هكذا أوكي، بطلع عندي بالحالة هاي 1.5 L تساوي K. إذن هاي من الآن يعني النتيجة أساسية بالنسبة إلي إنه K تساوي 1.5 L. فنعوض الآن خطوة قبل الأخير، نعوض هذه القيمة بالمعادلة أو في المعادلة الثالثة اللي هي طبعا 200، أرجع لها أذكركم فيها، 200 ناقص 5L ناقص 5L ناقص 10K، لكن K ناقص 10K، لكن K تساوي 1.5L، إذن 1.5L تساوي صفرا، ما يعني الآن بأن، خليني أحط سهم كبير للدلالة على ذلك، أنه 200 تساوي 5L زائد 15L تساوي 20L، إذن L ستار اللي هي التولي يعني أفضل كمية من L تساوي بالحالة هاي 200 على 20 ويساوي 10. إذن كذلك الأمر K ستار تساوي 1.5 × 10 ويساوي بالحالة هاي 15. إذن الآن الصفحة الثانية بعد إذنكم من هون نبدأها. إذن الآن أفضل توليفة لو بدي أرسمها على سبيل المثال، بدي أغير اللون حتى يكون كل شيء واضح بالنسبة لي، عندي الليبر
الليبر عن محور الأفقي، الكابيتال عن محور العمودي. حسب البادجت كونسترينت، إذا كان عندي 200 الآن أرجع أذكركم بالبادجت كونسترينت أو ما يسمى قيد موازنة، عندي 200 أقصى كلفة ممكنة. كلفة الليبر معدل أجوره 5، وكلفة الكابيتال معدل كلفة الكابيتال رأس المال 10. إذا أقصى ما يمكن شراءه من الليبر هو 200 تقسيم 5 ويساوي 40. إذا أقصى كمية من الليبر يساوي بالحالة هاي 40، وأقصى ما يمكن شراءه من الكابيتال يساوي 20. عندي هنا إذا 20، وبالتالي هذا البادجت كونسترين. لكن التوليف الفضلة L تساوي 10 إذا، وK تساوي 15، فتقريبا هاي الآن ISO quant هون الآن بتقول لي 10 بالنسبة للليبر، وهاي 15 بالنسبة للكابيتال. هذه التوليفة التي تعظم كمية الإنتاج. إذا هذه أفضل توليفة التي تعظم الإنتاج. وأقوم بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.